أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. جلالة الملكة رانيا وولي العهد يشاركان المسيحيين فرحتهم بعيد الميلاد المجيد. وفي المملكة إضاءات وبازارات استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد. وفي نشرتنا أيضاً لقاء روحي لاتحاد الرهبانيات في الأردن. أهلاً بكم. كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم، وخاصة القادمين من الأراضي المقدسة والأردن والشرق الأوسط، وتكلم عن معنى المزود الذي يعني المعلف، وأهمية تحضيره ووجوده في حياتنا، وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الحاضرون والمتابعون لهذه المقابلة العامة تقديم أخلص التهاني لكم بمناسبة عيد الميلاد الوشيك، وتعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم البطرسية من أجل الوحدة والسلام في العالم، ويطلبون من الطفل يسوع أن يحمي شخصكم الحبيب وأن يصاحب خطواتكم في العام الجديد بوافر النعم الإلهية. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمسنين ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن معنى المزود وأهمية تحضيره ووجوده في الأماكن التي نعيش فيها من منازل ومدارس وأماكن عمل ومستشفيات ودور تمريض وسجون وساحات. فتحضير المغارة يعني الاحتفال بقرب الله الحي والنابض، والذي جاء كي يعانق إنسانيتنا. وهنا دعانا البابا إلى الوقوف أمام المزود كي نسلم حياتنا للرب ونكلمه عن الأشخاص وعن الأوضاع التي تهمنا، ونقيم أمامه العام الذي ينتهي ونشاركه بتطلعاتنا ومخاوفنا. ثم أوضح البابا أن كلمة مزود تعني معلف، وكلمة بيت لحم تعني بيت الخبز، وأن هذا يذكرنا بأن يسوع هو الغذاء الأساسي، هو خبز الحياة. أشار قداسة البابا إلى أن المزود يدعونا كذلك إلى التوقف أمامه وسط عالمنا المتسارع والمحموم والساعي خلف الخيرات المادية، فليس باستطاعتنا أن ننفتح على ما هو مهم حقا في الحياة إلا إذا تركنا ضجيج العالم خارجا وأصغينا لصوت الله الذي يتكلم في الصمت. اختتم قداسته مشيرا إلى أن الرب قد ولد وسط أوضاع الشر والعنف، ليؤكد لنا بأننا لم نعد وحدنا، فإن قبلناه وسمحنا له بأن يولد وأن يسكن حياتنا فإن كل شيء سيتغير، وسيكون هذا العيد حقا عيد الميلاد. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba.
particolare a quelli provenienti dalla Terra Santa, dalla Giordania e dal Medio Oriente. Il Signore della Gloria ha lasciato il suo cielo per essere con noi e trasformare la nostra terra in cielo. Il presepe che Lui brama è proprio il nostro cuore, poiché vuole darci la sua pace incrollabile e la sua vita eterna. È questo che cambia il mondo. Auguro a tutti voi buon Natale. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الأراضي المقدسة ومن الأردن ومن الشرق الأوسط. إن رب المجد قد تخلى عن سماه كي يحل بيننا ويحول أرضنا إلى سماء. إن المزود الذي يطوق إليه إنما هو قلبنا، لأنه يريد أن يمنحنا سلامه الذي لا يتزعزع وحياته الأبدية، وهذا هو ما يغير العالم حقا. وعيد ميلاد مجيد على الجميع. مع قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله مدينة الفحيص وشاركت أهالي المدينة احتفالاتهم وفرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، وتبادلت الأحاديث مع المتواجدين في سوق الميلاد الذي اشتمل على أشكال متنوعة للزينة وحلويات العيد من منتجات المجتمع المحلي وجمعيات محلية. وكان رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر ورئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي وعضو اللامركزية عن الفحيص نعمان الزيادات والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن ورؤساء المؤسسات الشعبية وعدد من الأباء الكهنة في استقبال جلالتها، حيث أعرب الجميع عن امتنانهم لهذه الزيارة الطيبة التي أطفت جواً من الفرح والبهجة على وجوه الحاضرين وجسدت نموذجاً لعلاقات المحبة والإخاء والعيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد. احنا اليوم ضمن الاحتفالات لفحيص بعيد الميلاد المجيد شرفتنا جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة وجولة طبعا بزيارة أقرب للعفوية والشعبية. طبعا كان في استقبال شعبي إلى حد ما، وبنفس الوقت كان في فرق كورال وفرق مختلفة من مدارس المحلية، مدرسة اللاتين، مدرسة الروم، مدرسة النيو انجلش سكول، اللي قدموا وصلات وتراتيل ميلادية. وطبعا كانت فرصة انه هي تشارك الناس وتهني الناس بمناسبة العيد المجيد. فاجأنا بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وجولت بالسوق التجاري وحكت مع الناس وحكت مع الأطفال واستمعت لكورال من كنيسة مدرسة الروم الأرثوذكس وكورالات من مدارس مختلفة. كانت زيارة جلالتها المفاجأة، يعني فرحة للناس ومشاهدتها فرحة كمان. نتمنى للجميع أعوام سعيدة ولبلدنا اللي إحنا منعيش فيه أجواء الأمن والسلام إنه تستمر وتستمر محبتنا لبعض. ونتمنى يا رب انه هذا العام عام يكون يحمل الفرح والسعاده والامن والسلام للعالم كله ولجميع العائلات. كل سنه مسلمين. على صعيد متصل، شارك سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بحضور سمو الامير هاشم بن عبد الله الثاني الاحتفال باضاءه شجره عيد الميلاد المجيد الذي اقيم في ساحه السلام بمحافظه مادبا، حيث هنأ سموه كافة المسيحيين في المملكة بهذه المناسبة المباركة. وفي كلمته الترحيبية قال رئيس بلدية مادبة: إننا في الأردن مسلمين ومسيحيين نشعر بالفخر بقيادتنا الهاشمية الحكيمة ليظل هذا الوطن عزيزاً متلاحماً يعمل من أجل الخير والمحبة والسلام. وأكد راعي كنيسة اللاتين الأب فراس عريضة أن القيادة الهاشمية هي راعية ووصية على الأماكن المقدسة وضامنة للسلام في أردننا الحبيب، كما ألقيت العديد من الكلمات الترحيبية التي أشادت بما يتميز به أبناء هذا الوطن من عيش مشترك ومحبة وسلام. وشارك في حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد شخصيات رسمية ودينية
وجموع غفيرة من أبناء المحافظة. وتجسيدا للأجواء الروحية التي تسبق زمن المجيء، تواصل كنائس المملكة احتفالاتها بطفل المغار الآتي إلى هذا العالم، وذلك من خلال إقامة البازارات الميلادية والاحتفالات الدينية التي تصحبها إضاءة شجرة عيد الميلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. ما زالت أجواء الميلاد المميزة تعم أرجاء كنائس ومحافظات المملكة، تتهيأ بالبازارات الميلادية وإضاءة أشجار عيد الميلاد المجيد في أجواء مملوءة بالحب والسلام والسعادة. ففي بلدية أم الجمال، المدينة الأثرية التي تقع وسط البادية الشمالية، ولأول مرة أضيئت شجرة عيد الميلاد. شارك في الاحتفال قدس النائب البطريركي للروم الأرثوذكس الأرشمندريت فينيديكتوس كيان، والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو للي، ولفيف من الكهنة والراهبات، والفعاليات الرسمية والشعبية، وجمع من أبناء محافظة المفرق ومن مختلف محافظات المملكة، حيث شاركت جوقة كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس وكشافة كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في المفرق بالتراتيل الشجية من وحي المناسبة. بدأ الاحتفال بالسلام الملكي وكلمة ترحيبية من رئيس بلدية أم الجمال حسن رحيبي، ومن ثم إلقاء عدد من الكلمات من قبل الضيوف، ثم توجه الجميع إلى الساحة العامة لإضاءة شجرة الميلاد. اليوم تعيد فتح صفحات التاريخ في هذه الجوهرة السوداء أم الجمال. نأتي إلى هنا مدعوين من أهلها، شيوخ، أولاد شيوخ يسرون بطيبتهم وطيبهم وإيمانهم وإنسانيتهم ووطنيتهم وأردنيتهم وبدويتهم، يصرون على أن يفتحوا قلوبهم كما فتحوا صواوينهم لاستقبالنا لكي نضيء معا شجرة قلنا عنها أنها شجرة وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية. جئنا اليوم نحتفل مع أحبتنا المسلمين بعيد الميلاد المجيد، وهم المحتفلون وهم المرحبون وهم المعازيب وهم أصحاب الفكرة في هذه الأرجاء. في هذا اليوم هو يوم مميز جدا، وهو إضاءة شجرة عيد الميلاد في منطقة كثير حيوية، ونتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار. هي مدينة أم جمال أثرية، حيث أنها تحتوي على العديد من الأماكن الأثرية من كنائس ومدرجات وكذلك أبراج وبعض المباني التي هي بأمس الحاجة إلى دعم كل مواطن أردني عنده غيرة على هذه البلد وهذا الوطن. نطلب من الرب الإله العلي أن يحفظ الأردن ملكا وأرضا وشعبا، وأيضا كل الشكر والتقدير للسيد رئيس البلدية أم جمال السيد حسن على الجهود الجبارة، وأيضا لكل فرد من أفراد عائلة وأهل وسكان مدينة مجمال على الجهود التي بذلوها في هذا اليوم الذي نعتبره يوم ناجح بامتياز. هاي أول إضاءة شجرة ميلاد بأم الجمال، وهي رسالة إلى القاصي والداني. إحنا بالأردن هيك تربينا، هذه رسالة الهاشميين، وكل عام وإحنا بخير كلنا بهالوطن، كل عام وقائدنا وشعبنا وفسيفسائنا الجميلة اللي احنا دائما نعتز بتاريخنا بالأردن بنسيجنا الوطني. فرسالة أم الجمال هي جزء من رسالة عمان، جزء من رسالة جلالة الملك، اللي احنا دائما نعتز ونفتخر بوسطيتنا وبحبنا لبعض. وكل أبناء أم الجمال والبادية يقولوا لكل الأردنيين كل عام وانتم بخير. بصراحة جميل جدا هاي المبادرة اللي عملتها بلدية أم جمال في إضاءة شجرة الميلاد لأول مرة، فهذا مش غريب علينا ومش غريب على الأردن والأردنيين. نحن في البلد اللي متعايشين مع بعض، محبين لبعض، مش بس بالقول إنما بالفعل كمان. نحن منبارك هاي إضاءة الشجرة طبعاً، ومنبارك هذا النشاط اللي عاملينه بلدية أم الجمال. طبعاً في كانت زيارات سابقة وفي مبادرات سابقة اللي هو كمان قداس في أثارات وبطركية كاتدرائية أم الجمال اللي هون من الأثارات القديمة، عملوا دائماً كل سنة قداس احتفالي، وكان
غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اللي ترأس الاحتفال، واحتفالات سابقة أقامها بطاركة كمان الكاثوليك. فمنقول بهاي المناسبة من أم جمال كل عام وأنتم بخير، وبلدنا بخير، وكنيستنا بخير، وشعبنا بخير. هاي رسالة للعالم كله أجمع أنه الأردن لا فرق بين ديانات، بل الدين يجمع، الوطن يجمعنا والدين لله. الحمد لله، يعني المفرق اليوم سباق الصحيح على المستوى المملكة بفرحة أعياد العيد الميلاد، وخصوصا تزامنت مع عيد تسليم جلالة الملك جائزة المحبة والسلام واستعادة أرض الباقورة وأرض الغمر. والحمد لله اليوم اجتمعوا العرب كاملين باعتبار مسيحيين ومسلمين، مسيحيين الشرق اللي دائما فزع على أخوانهم مسلمين الشرق، ونقول كل عام بخير ويا هلا فيكم. وفي مدينة الزرقاء أضاء رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني شجرة عيد الميلاد المجيد على مدخل مدينة الزرقاء بحضور عدد من رعاة الكنائس وجمع غفير من أبناء المحافظة. وقال المومني إن مناطق المملكة تعيش حالة من الوئام والتآخي بين الأديان، والتي أصبحت سمة المجتمع الأردني. اليوم نحتفل في مدينة الزرقاء مدينة العسكر، نحتفل باليوم الوطني، إنه يوم وطني فيه نضيء شجرة الميلاد المجيد، شجرة الحياة، شجرة النور والسلام. اليوم معا نحتفل زرقاويين مسيحيين ومسلمين بإضاءة هذه الشجرة، بهذا العيد، عيد الميلاد المجيد، عيد أمير السلام، عيد ملك النور، الذي يريد من كل واحد منا، من كل إنسان، أن يكون نورا في العالم وملحا في الأرض. نطلب من أمير السلام أن يعم السلام في العالم أجمع، في البلدان العربية الشقيقة، وأن يبقى كما هو الأردن بقيادة الهاشمية واحد أمن وسلام واستقرار. وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأردننا بخير، وكل عام ومليكنا المفدى بألف خير وسلام. نلتقي في مدينة الزرقاء أسرة أردنية واحدة بكافة مكونات نسيجنا الوطني، حتى نحيي الميلاد المجيد بالمحبة والتآلف والتآخي، ونرسل رسالة إلى العالم: هنا الأردن، هنا وطن أبو الحسين الذي يرعى مسيرة هذا الوطن ويقود الوطن بكل محبة بكافة مفرداته. تحية إلى كل أهلنا في الضفة الغربية الذين يعيشون أيام هذه العيد وهم تحت ظل الاحتلال. نرسل رسالة محبة وشوق لهم، ونردد هناك حيث المدود: المجد لله في العلا، والسلام القادم لأرضنا الحبيبة. دمتم ودامت أفراح الوطن وأعياده في ظل قيادتنا الحكيمة، وفي ظل وحدتنا الوطنية ومحبتنا، والمجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام الدائم. هاي الشجرة هي رسالة من أهل الزرقاء كلياتهم من مختلف الأصول والمنابت والأديان. هاي الشجرة هي رمز للمحبة. هاي الشجرة احنا كشباب بالزرقاء بنعتبرها نموذج للفرح، مستناها كل سنة علشان نعبر فيها عن هويتنا اللي هي بتتجاوز كل الهويات الفرعية. هاي الشجرة احنا بنصر كل عام انها تكون موجودة وجزء اساسي من معالم مدينتنا ومدخلها، علشان نرسل رسالة من الزرقاء للأردن للعالم انه شباب الزرقاء غير، شباب الزرقاء ثقافتهم وتقبلهم للآخر غير. كل عام واخواننا واهلنا المسيحية بالأردن وبالمنطقة العربية وبالعالم بألف خير. كل عام واحنا مشبه بعض، كل عام واحنا عزوة وسند لبعضنا البعض. كل سنة وانتم سالمين يا رب. وفي محافظة الزرقاء راعى السيد عيسى فؤاد حداد فعاليات البازار الميلادي 11 لمجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في قاعة الأب ماريو فورلان بحضور كاهن الرعية الأب إياد بدر، والكاهن المساعد عامر جبران، وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة. شمل البازار الذي استمر 3 أيام على التوالي على العديد من الفقرات والأنشطة التي استقطبت العائلات بشكل مميز، حيث رصد ريع البازار لدعم أعمال المجموعة الخيرية. نشكر قدس الآب إياد بدر اللي دعانا لنكون راعي لبازار المجموعة الكشفية لدير اللاتين الشمالي بالزرقاء، ونتمنى للجميع أعياد بلدية وكل عام وانتم بخير، ونتمنى لنور سات مزيد من التقدم والازدهار.
كل عام وألف خير إخواننا المسيحية، وكل عام وأعيادهم أعيادنا وهم أهلنا وهم ملح البلاد اللي كلياتنا نعتز فيها. اليوم كشباب حبينا نقدم هذا السلوك اليوم لنكون موجودين مع إخواننا حتى بمساعدتهم ووجودنا معهم، لنكون كشباب أردني اليوم إيجابي، لنقدم هذا الصورة اليوم اللي بتعكس أيضا تراث البلد وتعكس أيضا اليوم رؤية حتى جلالة الملك لهذا العيش المشترك اللي كلياتنا نفتخر فيه بتنوعنا ومحبتنا لهالبلد رغم اختلافنا ببعض بوجهات نظر بالدين باللون بالفكر، لكن اليوم نقدم نموذج أردني يستحق منا اليوم كأردنيين أيضا أن نكون إيد واحدة اليوم، خاصة مع الظروف اللي بتمر فيها البلدان حوالينا اللي بمر فيها الأردن، خاصة اقتصادية أو اجتماعية بالمشاكل اللي ممكن تواجه البلد نقدر نحلها اليوم بتماسكنا بتعاضدنا مع بعض ونقدم هذا النموذج. بتمنى أنه نحتفل بعيد الميلاد، نحتفل فيه كأنه أول مرة نحتفل فيه، نحتفل نعترف نصلي نسامح نتصالح ونزين بيتنا وقلوبنا بمحبة المسيح ومسامحة المسيح ومغفرة الآخرين، وكل بيت كمان لا ينسى يعمل مغارة، ليس فقط الشجرة شجرة الزينة ولكن المغارة تذكرنا بالله الذي يحبنا يسامحنا ويطلب منا أن يكون له شهود في عالم كله ظلام، في عالم مع الأسف تطغى عليه الخطيئة، نحن شهود المسيح ونحن بذور نستطيع أن نزرع في كل مكان نحن فيه أن نزرع المسيح المحب، المسيح المسامح، المسيح المتواضع والمسيح الخادم. نشكر الله كان في حضور مميز كالعادة، نشكر راعي احتفالنا لهذا اليوم السيد عيسى حداد، نشكر راعي الطائفة اللي سامحنا نأخذ هاي المساحة بالرعية كونه فعالية من الفعاليات الرئيسية بهاي الرعية، شكرا لرعيتنا اللي دائما عند حسن الظن، نشكر جميع الناس اللي شاركونا اليوم الافتتاح. ريع البازار بروح لنشاطات المجموعة الكشفية والإرشادية بالإضافة للفرقة الموسيقية، وإن شاء الله لخطة المجموعة عام 2020، وشكرا للجميع. نشكر قناة فضائية نورسات ممثلة بالدكتورة باسمة السمعان اللي دائما موجودة معنا بكل احتفالاتنا بكل مناسباتنا، ونشكر الجميع على الدعم، وكل عام والوطن والجميع بألف خير. وفي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان، رعى السيد رائد البهو مدير البعثة البابوية في الأردن فعاليات البازار الميلادي 19 الذي تنظمه مجموعة كشافة ومرشدات قلب يسوع الأقدس تلاع العلي بحضور كاهن الرعية الأب علاء مشربش والكاهن المساعد جوزيف سويس وجموع من أبناء الرعية وضيوفها، حيث رصد ريع هذا البازار لدعم العائلات المستورة والأقل حظا. نشكر الرب دائما على هاي الموسم الأعياد اللي بيرجع بجدد حضوره بناتنا الرب وبعطينا الفرح نكون فعلا فرصة جديدة لحتى نفرح مع بعضنا البعض. بتمنى للجميع حقيقة بهذا الموسم بعيد الميلاد المجيد كل النعم والبركات من الرب، أن يحل السلام الجديد في قلوبنا وفي أرضنا، بحاجة فعلا للسلام الحقيقي لنبني السلام في عالم اليوم. كل سنة وأنتم سالمين، ميلاد مجيد وسنة ميلادية جديدة عليكم، وأيضا بشكر دائما فضائية نورسات اللي بتغطي فعاليات ونشاطات رعيتنا رعية قلب يسوع الأقدس. مني ومن أبناء الرعية كل الشكر والاحترام لكم، منا فعلا كل التقدير، كل سنة وأنتم سالمين والرب يبارككم. شرفت اليوم بافتتاح بازار رعية قلب يسوع الأقدس بمعية أبونا علاء وأبونا جوزيف. هذه الرعية طبعا الشاملة والكبيرة، هذا البازار يعتبر بازار فعلا مش بازار، هو مهرجان بيشمل ومميز لكافة العائلات، بنفس الوقت أيضا البازار نفسه أعطى فرصة للعائلات ليعرضوا إنتاجاتها ويعرضوا إبداعاتها ويزيلهم دخل إضافي في خلال موسم العيد. وزي ما حكينا إنه إحنا هذه جزء من تحضيراتنا بترتيبات زمن المجيء وعيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح طفل المغارة اللي كلنا بنستقبله بفرح وسعادة. وفي كلية القديس يوحنا دي لاسال الفرير افتتح مدير الكلية الأستاذ جابي غزاوي فعاليات البازار الميلادي لطلبة الكلية، حيث عرضت العديد من المنتوجات والهدايا للأطفال وقدمت العديد من الترانيم الميلادية من أداء الطلاب. تم اليوم افتتاح بازار كلية دي لاسال الفرير، وزي ما انت شايف الأجواء رائعة ومميزة،
الهدف من البازار طبعا هو المشاركة في الاحتفالات والتحضير لعيد الميلاد. نحكي للجميع كل عام وانتم بخير، ولد المسيح هللويا. من ضمن احتفالات كلية دي لاسال بأعياد الميلاد المجيدة، حبينا نبلش هاي السنة ببازار الفرير، وعم ندعو للبلاد ليشاركوا هاي الفرحة، لأنه فرحة العيد أحلى فرحة، وزمن المسيح هو أكتر زمن المسيحيين بيحتفلوا فيه، وكلية دي لاسال بتركز عليه كتير منيح. وفي محافظة المفرق وببركة من قدس الإرشمندريت فينيديكتوس كيجال الوكيل البطريركي في شمال الأردن، رعى سعادة القنصل الفخري لجمهورية سان مارينو السيد سامر قعوار فعاليات الاحتفالات الميلادية التي دعا إليها كاهن كنيسة رقاد السيدة العذراء المفرق قدس الأب ديمتريوس السماوي، ثم أضاء شجرة الميلاد في باحة الكنيسة وافتتح البازار الميلاد السنوي الذي تنظمه أخوية الرعية ولجنة مدارس الأحد على وقع أنغام مجموعة كشافة ومرشدات الكنيسة. حضر الاحتفال رئيس بلدية أم الجمال السيد حسن الرحيبة وكاهن رعية اللاتيني في المحافظة الأب طارق حجازين والشماس حازم النمري وجموع من المؤمنين. الخطة كانت السنة أنه بعد الأمسية يكون في إضاءة الشجرة، وشجرة السنة كان ارتفاعها حوالي 11 متر، عملوا على تزيينها الشباب وبدعم كمان من بلدية المفرق، كانت مشكورة لتشكيل الإنارة عليها. وكمان في عنا زي كل سنة اللي هو افتتاح البازار الخيري اللي كان هدفه السنة اللي هو دعم الأسر المحتاجة العفيفة، والحمد لله كان إقبال كثير، الناس أقدمت على الشراء بصورة كبيرة لحتى تفرح كل طفل محتاج ويدخل الفرح لهالبيت بعيد الميلاد المجيد. يعني شو ما بدنا نحكي بيضل قليل عن هالفرحة، لكن بدي أشكر اللي هم الأشخاص اللي قاموا على هذا الاحتفال من الجوقة ومن الكشافة ومن مرشدي مدارس الأحد اللي ساهموا بإنشاء هاي الفعالية، وبدي أشكر القنوات اللي صورت هذا الاحتفال وأهمهم أو كلهم مهمين، لكن قناة نورسات كل الشكر والمحبة لهم على مساعدتهم دائما في نقل صوتنا للعالم أجمع، وكل المحبة والتقدير لكل الأشخاص اللي قاموا ببث هذا الاحتفال بجميع الوسائل. شكرا لكم، ميلاد مجيد وكل عام وانتم بألف خير. وأقامت مدرسة البطريرك ديوذوروس الأول احتفالها بمناسبة عيد الميلاد المجيد برعاية السيدة سهير بجالي مدير عام مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في قاعة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية، بحضور قدس الأب بطرس جنحو والأب سوتيروس هلسه وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة، حيث اشتمل الحفل على عرض مسرحي وتراتيل ميلادية من قبل طلبة المدرسة. وعقب العروض الفنية توجه الحضور لمبنى المدرسة لافتتاح البازار وإضاءة شجرة الميلاد. احتفلنا مع طلاب مدرستنا، كان عندنا احتفال مهيب، احتفال رائع جدا بعمل تراتيل ودعاء للميلاد، وأيضا شمل التراتيل وأيضا دعاء، وأيضا كان عندنا مسرحية صغيرة للأطفال بمناسبة الميلاد المجيد. أيضا توجهنا إلى مدرسة البطريرك ديوذروس الأول، تم افتتاح البازار، كنا شاركنا فيه في هذا البازار الرائع مع مدير عام مدارس سهير بجالي، وأيضا بوجود قدس الأب بطرس جنحو، وكنت أنا موجود معهم بافتتاح البازار. نشكر ربنا، نشكر ربنا وصاحب الغبطة على كل الدعم اللي بدعمونا إياه، وأيضا بنشكر جلالة سيدنا اللي عطانا الأمن والأمان في هذا البلد الأردني الغالي العزيز. نطلب من طفل المغارة أن يحفظ صاحب الغبطة وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، أن يحفظهم أن يديمهم ذخرا وسندا للأردن الحبيب. كل عام وأنتم بألف خير. وباسمنا كلياتنا من نتوجه بالمعايدة لغبطة سيدنا البطريرك كيريوس كيرياطيافيلوس الثالث الجزيل الوقار، ولا سيادة المطران خريستوفوروس الجزيل الاحترام، وبنتمنى يا رب انه تكون ايام خير وبركة ونعمة من رب المجد علينا، وتكون سنة بتحمل
السلام والأمان لبلدنا ولمدارسنا الرقي والتقدم إن شاء الله في ظل صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. هذه الاحتفالات فيها مسرحية كانت لأطفالنا تحكي عن قصة الميلاد، كذلك كان في عندنا الكورال المدرسي، وبالآخر أطفالنا برقصاتهم يوشيوا ميري كريسمس. بنهاية احتفالنا دائما في بازار هي من أعمال الطلاب بحصص المهني بأعمالهم بكل المدرسة، وبعد ذلك احنا استضفنا الفنان توفيق الدلو، وفي عندنا مجموعة ألعاب داخل الساحة لطلابنا بيشعروا بفرحة العيد وبوجودنا بهذا العيد المميز اللي هو فعليا عطاء، وسيدنا المسيح أنار العالم بالسلام والمحبة والأمن. وفي كلية تيرا سانتا بجبل الويبدة بالعاصمة عمان، رعت راهبات المستشفى الإيطالي أخوات المحبة الدومينيكيات عرض مسرحية مميزة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حملت عنوان كابوس قبل الميلاد، وهي قصة من الدراما العالمية. قام بإعدادها وتمثيلها وإخراجها نخبة من طلبة الكلية نالت إعجاب الحاضرين بشدة. حضر العرض القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور ماورو للي، ومدير الكلية الأب رشيد مستريح، وعدد من الراهبات والأباء الكهنة، والدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة. وفي الختام ألقيت العديد من الكلمات المشيدة بهذا العمل الفني، وبعدها التأم الجميع لأخذ الصور الجماعية في أجواء من المحبة والسلام والسعادة. كانوا طلاب رائعين بالمسرح اللي قدموا لنا إياه، أعطونا الفكرة الجوهرية عن عيد الميلاد، عيد السلام، عيد الفرح، عيد العطاء، عيد المحبة. أنا جدا فخور فيهم طلاب تيرا سانتا. منوجه أمنياتنا القلبية لكل الطلاب والأهالي والمعلمين ولبلدنا الغالي الأردن، طالبين من إله السلام والمحبة، من مولود طفل المغارة الطفل يسوع، أن يمنح بلدنا الأردن وكافة بلداننا في الشرق الأوسط السلام والازدهار والاستقرار، وتحية محبة وإجلال لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني قائد هذه البلاد، أدام الله بالصحة والعافية وطول العمر، وكل عام وأنتم بألف خير، ميلاد مجيد. وفي محافظة جرش رعى عطوفة محافظ جرش عاطف العبادي والوكيل البطريركي في الشمال أرشمندريت فينيديكتوس كيال، بحضور مدراء الدوائر الرسمية والدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة ورئيس بلدية الفحيص جمال حتر، وعدد من أصحاب المعالي والعطوفة، على وقع الأنغام الموسيقية لمجموعة كشافة مارجريس لنادي شباب الفحيص، وسط أجواء من الفرح والمحبة. أقام اتحاد الرهبانيات في الأردن لقائه الروحي الأخير للسنة الكنسية في المركز اليسوعي بجبل الحسين بعمان، حيث اشتمل اللقاء الذي حمل هذا العام عنوان الكلمة صار بشراً على إقامة قداس إلهي ومناقشة خطة الاتحاد المستقبلية للعام القادم. إلى المزيد. الناحية الجسدية في إطار التحضيرات الروحية لعيد الميلاد المجيد والاستعداد لاستقبال طفل المغارة، وبدعوة من رئيسة الاتحاد الأخت سيسيل حجازيم، أقام اتحاد الرهبانيات في الأردن لقاءه الثاني والأخير لهذا العام تحت عنوان الكلمة صار بشراً، وذلك في المركز اليسوعي بجبل الحسين بعمان، حيث بدأ اللقاء المفعم بأجواء الفرح وعبق ميلاد السلام بصلاة الصباح، تلها كلمة رئيسة الاتحاد حجازين، والتي رحبت فيها بقدس الأب هشام الشمال اليسوعي، وشكرته لتلبيته الدعوة أبا ومحاضرا بخبرته الكهنوتية والرهبانية والرعوية بحب وتواضع أبوي، ثم أنصتت الراهبات لسماع المحاضرة القيمة التي ألقاها الأب الشمالي تحت عنوان تجسد الكلمة فينا وبيننا، والتي تضمنت بشارة الملاك جبرائيل لمريم بالحبل الإلهي وتحية الملاك افرحي، لأن رسالة الله للبشرية هي الفرح. وقد تم التركيز في المحاضرة على حقيقة لاهوتية، وهي وجوب التجسد المعبر عن هوية الله
كما حملت محاور لاهوتية مهمة تخص حياة المكرسات صاحبات الخبرة الروحية المميزة لتجديد حياتهن على ضوء نور ميلاد الطفل يسوع. اليوم كان آخر لقاء بالسنة الكنسية بعنوان الكلمة صار بشرا مع أبونا هشام. كان كتير حلو هذا الاجتماع اليوم، على مثال مريم العذراء هي أم الكل، وكل راهبه فينا هي أم عليها رسالة لازم تحققها وتعمل بمشيئة الله تعالى. اللقاء كان حلو جدا، كتير حلو، فيه كان نشاط روحي ونشاط اجتماعي. تقدم له من خلال هذا النشاط تقدم هدايا قدمتهم الدكتورة باسمة سمعان من على حسابها الخاص، مشكورة. بنصلي إلها ولعائلتها ولفريقها الخاص اللي بيشتغل بالخفي والحاضر. كمان بنشكر كاريتاس الأردن اللي قدم لنا كمان الهدايا، وبنصلي للكل حتى تكون السنة الجديدة يا رب سنة خير وبركة وسلام علينا كلنا، وبنصلي حتى يكون في دعوات. وبحب أنوه اليوم أنه رهبتنا سستر ليليا النمري اليوم هي سافرت للمؤتمر، لأن هي اختاروها تكون سفيرة السلام ورسولة المحبة. نشكر الله على هاي النعمة. مبروك للرهبة الوردية، مبروك لرهبتنا، مبروك للاتحاد، مبروك للأردن أنه رهبة أردنية هي سفيرة السلام ورسولة المحبة. والله يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير. وكانت للدكتورة ديما كاراتشي والسيدة إسراء الشايب من فريق العمل محطة هامة في هذا اللقاء، كما قدمت الأخت ماري كلود القادمة من لبنان من راهبات الراعي الصالح محاضرة بعنوان الاتجار بالبشر، استعرضت خلالها اللقاءات التي تمت على المستوى العالمي بروما مع قداسة البابا فرانسيس والرئيسات العامات فيما يخص الموضوع نفسه، كما تم خلال اللقاء تأسيس لجنة بالأردن بالإضافة إلى اللجان الأخرى في الدول العربية. ثم استمع الجميع من الأخت كلود والسيدة ديما وفريق العمل إلى العديد من المداخلات حول الموضوعات المطروحة. كتير كتير سعيدة أنه تجاوب أخواتنا الرهبات مع الموضوع وإحساسهم الإنساني لمساعدة هالضحايا بالإتجار، ونحن إن شاء الله مع فريق العمل الأردني بالتعاون مع المجتمع المدني الأردني إن شاء الله نقدر نكون سبيل لمساعدة بعض الناجيات وإدماجهم بالمجتمع. ما فينا إلا ما نذكر يعني تحمس الخيات الرهبات، يعني أنا كتير متفاجئة بجو الفرح والتعاضد والمحبة بين الأخوات كعيلة واحدة، وهيدا بيخلينا حقيقة بزمن الميلاد زمن العطاء زمن التنازل الإلهي لحتى كليتنا نكون إخوة ومعا معا نعمل لمكافحة الإتجار ومعا لحقيقة نشر السلام بمجتمعاتنا المتألمة في شرقنا الجريح. وبحب أقول أنه يا ريت العالم يرفع أيديه عن منطقتنا عن شرقنا لحتى نعيش مع شعوبنا بأمان وبسلام. بشكركم كتير. وبعد الاستراحة رفع الجميع آيات الشكر إلى طفل المغارة خلال احتفالهم بالذبيحة الإلهية والتي ترأسها قدس الأب هشام الشمالي، وجملها أصوات أخواتنا الراهبات المشاركات بالألحان الميلادية. وعقب المائدة الروحية تقاسم الحاضرون تأملا صغيرا مع بعضهم بعضا بعرض فيلم قصير من إعداد رئيسة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين بعنوان أين ومتى ولد المسيح بحياتنا، وفيلم آخر بعنوان بسمة وأمل، ثم عرض لما تم إنجازه خلال السنة المنصرمة. كما طرحت الأخت سيسيل حجازين خطة السنة الجديدة ومستجدات الاتحاد في الأردن للمرحلة القادمة. واختتم اللقاء الروحي بتبادل التهاني وبفقرة اجتماعية أعدت من قبل راهبات القديسة حنة في الأردن، وتقديم الهدايا للحضور من قبل الدكتورة باسمة السمعان مديرة فضائية نورسات الأردن من حسابها الخاص ومن جمعية الكاريتاس الأردنية.
مشكورين على لفتتهم الكريمة تذكيرا بالهدية الكبيرة التي أهداها الله للبشرية جمعاء. احتفلت كنيسة الروم الكاثوليك في الأردن بالرسامة الكهنوتية للشماس فارس بقاعين، وذلك في قداس احتفالي حاشد أقيم في كاتدرائية القديس جوارجيوس في منطقة أم السماق بعمان. ترأس القداسة سيادة المطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك في الأردن، وبمشاركة العديد من الأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والمؤمنين وذوي الكاهن الجديد. وعقب صلاة الأسقف على رأس المرتسم وشح بقاعين بالحلة الكهنوتية. وفي الختام توجه الأب فارس بقاعين بالشكر لجميع من ساعده في تنمية دعوته. مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يهنئون الشماس بقاعين بالرسامة الكهنوتية، متمنين له التوفيق في رسالته الجديدة بحقل الرب. نشكر الله على نعمة الكهنوت. أنا بدي بهالمناسبة أتشكر سيدنا جوزيف جبارة، كير جوزيف جبارة، أباء الكهنة، كل حدا كان معي في مسيرتي خلال حياتي الدراسية لا أوصل للكهنوت. أنا بشكر أهلي اللي كانوا دائماً سند ودعم إلي، بشكر نعمة ربنا، بشكر إخوة الشمامسة والطلاب الكليركيين اللي كانوا دائماً معي بطريقي نحو الكهنوت. أنا بدي أشكر الكل، يعني ما في كلام يقال إلا شكراً لله اللي هو منحني هذه النعمة اللي أنا غير مستحق لها، والله يبارك الكل. رعى المطران سهيل دواني مطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس والشرق الأوسط الاحتفال الذي أقامته كنيسة الفادي بجبل عمان لتكريم عدد من أبناء الرعية وأصدقائهم المتبرعين والداعمين في إعادة ترميم وتجديد الكنيسة. وقال القس الكانون فائق حداد راعي الكنيسة إن هذا الاحتفال هو جزء من احتفالات الكنيسة السنوية بعد أن مضى على تأسيسها في الأردن 70 عاماً. وقد حضر حفل التكريم الذي تضمن صلاة العائلة المسيحية عدد من الآباء الكهنة وجمع غفير من أبناء الرعية. احتفالات الكنيسة الفادي بشكل خاص اليوم، كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية التابعة لمطرانية الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، ل70 سنة لوضع حجر الأساس. وفي الفترة الماضية تم التبرع من أبناء الرعية وأصدقاء الرعية حتى تم إعادة ترميمها وتجديدها بالكامل. واليوم جزء من احتفالات الكنيسة في 70 عام، أحببنا مع سيادة نيافة رئيس أساقفتنا المطران سهيل دواني تكريم هؤلاء بصلاة العائلة المسيحية للشكر لله أولا، والشكر لكل الذين ساهموا في تجديد هذا البناء وإعادة الترميم حتى يكون جزء من استمرارية اللي أعطانا إياها الله في حياتنا، لأنه إحنا من آمن أنه ربنا مش عماله بيعطينا فقط بناء من حجر وإنما بناء من بشر، والبشر هم من الكنيسة الحقيقيين. لذلك نصلي ونشكر ربنا على هذا العمل اللي بيخلينا نستمر وبيأكد وجودنا وجذورنا في هذا المكان وفي كل مكان ليقوم حتى نكون إحنا أجساد الله وهياكل الله هياكل الله المقدسة، ونكون إحنا جزء من البخور الذي نقدمه من أجل عمل الرب في هذه الأرض. أقامت كل من جوقة ينبوع المحبة بعمان وكنيسة رقاد السيدة العذراء بالمفرق أمسيتين روحيتين اشتملتا على ترانيم ميلادية ابتهاجاً بعيد الميلاد المجيد. حضر الأمسيتين عدد من الأساقفة والأباء الكهنة والراهبات وجمع غفير من المؤمنين. إلى التفاصيل. أقامت جوقة ينبوع المحبة بقيادة المايسترو طعمة جبارة وعلى مدى يومين متواصلين أمسية ترانيم ميلادية لعام 2019 على مسرح راهبات الفرنسيسكانيات بعمان احتفالاً بعيد الميلاد المجيد. تم فيها تقديم فيلم يسوع والميلاد واستخدام تراتيل جديدة بأسلوب حركة مختلف. Yeah.
وحضر الأمسية التي كانت بعنوان لنسير نحو بيت لحم، سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، وعدد من الأساقفة والكهنة والراهبات من مختلف الكنائس، والدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن، وجمع غفير من الحضور. كل سنة سالمين. يسوع هو العيد كان هو أمسيتنا اليوم، هي العنوان للأمسية. بهاي الأمسية حاولنا يكون في عنا تراتيل مختلفة، على مدار كل سنة بنقدم تراتيل جديدة. بهالذات هاي السنة استخدمنا تقنية شاشة LED حتى يكون مش مجرد صوت، يعني قول صوت وصورة حتى توصل أكثر للناس. دخلنا أسلوب الحركة مع المرتلين لأول مرة، استفدنا من المسرح. عملت الكونسرت على مدار أمسيتين يومين، يعني فينا نقول على المسرح. حابين نوصل رسالة مهمة بهاي الأمسية، إنه مزبوط هو الزينة حلوة والشجر حلو وكل هاي الأمور جميلة والإنسان بيحبها، لكن الأساس هو يسوع هو العيد. كانت هاي رسالتنا. اسمح لي أشكركم نورسات، ووجه خلالكم يقول ولد يسوع إن شاء الله قربت، يعني هللويا، كل سنة وسنة. شكرا لكم. Merry Christmas everyone. اليوم عملنا الأمسية بمسرح رغبات الفرنسكانيات. الحمد لله كانت أمسية ناجحة، ونحن كمان كمرتلين كثير استمتعنا ونحن بنعمل بالأمسية، وينعاد عليكم بالصحة يا رب. اليوم عملنا الأمسية الثانية من أمسيات جوقة ينبوع المحبة بمناسبة عيد الكريسماس. كانت أمسية كثير مميزة، ضفنا عليها كثير أشياء غير عن السنوات القبل. استمتعنا كثير إحنا كمرتلين، ومسيرة 18 سنة إحنا دائماً هدفها إنه نمجد الله بأصواتنا وبالإضافة للعازفين اللي معنا. وبس هيك، شكراً كثير لوجودكم معنا كل سنة. E vieni in una grotta, freddo al gelo. اليوم عملنا الأمسية الثانية لهذا السيزن للكريسماس. نحن عندنا كان في هدف من الكونسبت إنه يسوع هو العيد، وفعليا أنا بحس إنه نحن بهذا الترتيل من مجد الله عشان يعني المجد بميلاده بهاي الترانيم. إن شاء الله نكون وصلنا هاي الصلاة للناس، وكل سنة تسلمين، وشكرا لوجودكم دائما معنا. كما أقيمت في كنيسة رقاد السيدة العذراء بالمفرق أمسية ميلادية بعنوان نرتل لنصلي ولا نصلي لنرتل، قدمتها جوقة الكنيسة بقيادة المرتل الأول رامي سماوي، واشتملت على تراتيل بيزنطية تلائم الحاجة الروحية لمعنى العيد المجيد. حضر الأمسية القنصل الأردني في جمهورية سان مارينو سامر قعوار، ورئيس بلدية أم جمال حسن الرحيب، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات، وجمع غفير من المؤمنين. Rattini
في ختام الأمسية سلم كاهن الرعية ديمتريوس السماوي دروعا تذكارية للقنصل قعوار ورئيس البلدية أرحيبة. كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم الصماق إفطارا خيريا في عمان. حضره الإرشمندريت بسام شحديت النائب الأسقفي العام لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، وممثلو الشبيبة والأخوية والمجموعات الكشفية من عدة رعاية في المملكة. وافتتح الأب شحديت الفطور بالصلاة داعيا الرب أن يبارك هذا اللقاء ويبارك الحاضرين فيه. وتخلل الفطور إجراء مسابقات خفيفة وتقديم جوائز تشجيعية للفائزين، كما أقيمت فقرات ترفيهية أتحفت العائلات المشاركة والأطفال المرافقين لذويهم. جينا اليوم على فطور مجموعة كشافة مرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم الصماق الخيري، هدفه خيري جدا، هو للعائلات الفقيرة والمحتاجة والأقل حظا. جينا في مطعم الصالة الدمشقية أنا والعائلة الكريمة. We came from the North Pole. صراحة الأجواء كثير ميلادية فخمة، مش ناسيين طفل المغارة اللي هو أساس الميلاد. إحنا جايين هون ننشر البهجة، ننشر المحبة وننشر العطاء. بنشكر شبيبة كنيسة الروم الكاثوليك بأم الصماق على هذا النشاط، فعلا نشاط بجمع العائلة المقدسة، العائلة المسيحية اللي دائما المسيح بيحكي عنها في الإنجيل وفي الكتاب المقدس، عائلة المسيح، جو المسيح، جو مسيحي حقيقي، جو فرح، محبة، سلام. وبتمنى السلام يعم لكل الدول العربية والمسيحية، والأردن تكون فعلا هي النموذج للعيش المشترك في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملكة رانيا وولي العهد يشاركان المسيحيين فرحتهم بعيد الميلاد. وفي المملكة إضاءات وبازارات استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد. كنيسة الروم الكاثوليك تفرح بالصيامة الكهنوتية للشماس فارس القعير. بهذا أيها الأعزاء وصلنا إلى ختام النشرة، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.